السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبيبنا المتابعين، أهلا وسهلا فيكم ورجعنا لكم بفيديو جديد. لكن اليوم يا أخوان عندنا السؤال سألني أحد المتابعين أكثر من مرة، اضطريت أرد عليه لأنه الزلمة يعني من المتابعين يعني المجتهدين عندي، فاضطريت أرد عليه. طب تمام حبايبي، طبعا عندي مايك أنا وشغال عن طريق الكاميرا، تمام. اضطريت اني ارد عليه لانه من المتابعين يلي يعني متفاعلين ودائما بيسالني هالسؤال، شو الفرق او مش شو الفرق، شو هو الكوم وشو هو الخليط، تمام. طبعا يا اخوان شو الفرق بين الكوم او شو الخليط وشو الكوم؟ يا اخوان الكوم هو عباره عن، ركز معي يلي مش فاهم، احنا في ناس كثير فهمانه وعارفه، انا بحكي للي مش فاهم. الكوم يا اخوان، الكوم هو عباره عن حمام أبو يوسف وحمام أحمد وحمام أبو خلف وحمام أبو السعيد وحمام محمود وحمام إبراهيم، طبعا هذول كلهم بالحارة، فلنفترض هيك، أنا هاي بيتي، حمام أبو يوسف في السماء، حمام أحمد في السماء، حمام أبو سميح في السماء، حمام أبو محمد في السماء، ركز معي، حمام أبو خالد مثلا في السماء، حمام محمد إبراهيم وعيسى وأكرم وسعيد ومثلا وخليل، خلينا نفترض كليتها طالعه، طلعت على البرمه، بعدها طلعت فوق في السماء ومسكت، صارت مع بعض كلها، صارت شكفه واحده، ركز معي، صارت كليتها شكفه واحده وصارت تطير مع بعض في السماء، هذا هو الكوم، تمام. هذا هو الكوم يا اخوان، لما تصير الحمام كليتها مع بعض في السماء، كل حمام الحارة أو كل حمام المنطقة يلي أنت فيها طلعت في السماء مع بعض، هيك صارت مع بعض، هذا هو الكوم، تمام. هسه إيش بنرجع للثقل. الثقل هو عكس، يعني عكس تماما 100% عكس موضوع الكوم. الكوم هو عبارة عن، قلنا لكم، تجمع الحمام مع بعض في السماء بالعالي، لكن مش بالواطي، ركز معي، بالواطي اسمه خليط، بخلط وبفك زي هيك، طلع هاي حمام ابو يوسف وحمام ابو سميح، خلطت خبطت ببعض هيك وضلها طالعه، ركز معي، خلطت وطلعت، او خلطت اخذت ضربتين وطلعت، بعدين طلعت من ابو سميح راحت ابو اكرم مثلا راحت ابو الاكرم، دقته زي هيك من فوقه وطلعت، هذا هو الخليط. راحت حمام ابو احمد مثلا، اجت من فوقه زي هيك ونزلت عليه زي هيك، وقفوا مع بعض شوي وطلعت، هذا هو الخليط، ركز معي. بينما الكوم هو تجمع الحمام كلها مع بعض، يعني انت بتحكي عن 100 200 حمامة حسب حمامات حارتكم، 100 200 300 400 1000 2000 بكونوا بالسماء هيك معبيين الدنيا غيمة، تمام. هسه نرجع ليش لموضوع الثقل. الثقل يا اخوان هو عكس تماما عن موضوع الكوم او الخليط. هو الثقل يعني بمعنى ان لما تيجي تخلط في الحمام خلطت صح، حمامك زهقت من الطيران، معك طير وحمامك مثلا جوا، بدك تجيبها، كيف بتجيبها؟ تيجي على الخشة هاي يا اخوان، مثلا خشة الثقل معروفة، طبعا انا عارف الصوت واصل عندكم لانه في عندي مايك، تفتح خشة الثقل بتطلع طيرين، انت وانت اللي بدك اياه، بدك حمامك يعني ما بدك اياها تضلها ماشية وبدك خليها ترجع، بتطلع لها طير قوي من الثقلة يرجعها. طبعا هذا ايش، هيك هالترجيع. لكن الثقل الرسمي يكون عندك 50 حمامة 30 حمامة 10 حمامات، حمامك في الكوم او خالطة مع واحد وبدك انت وياه صيد، شغلة دب وشر او خد ونام زي ما بيحكوها، تمام. بدك بس مجرد ما تخلط معاه وتقطع، عشان ايش تصيد له اشي، مجرد ما تخلط الحمام زي هيك توقف مع بعض شوية، سواء بالكوم او مع واحد، مجرد ما تخلط مع بعض شوية صغيرة زي هيك، بتروح انت على السريع معلمتين زي هيك وبتفتح الثقل. الثقل هي الحمام القوية او مش القوية اللي يعني بتقدر تركن عليها وبتقدرش تركن عليها بعد الحمام القوية، تمام. يعني هي زي مساند او زي تكميل للحمام. مثلا انت عندك 50 حمامة معك 3 حمامات جداد، تمام. الثقلة هاي لما بتطلع لها 50 الثانيات وراها، أول شيء بتحكم الحمام اللي معك، ثاني شيء إذا حمامك بعيدة بتجيبها، بتخليها تيجي على الثقلة، لأن الثقلة زي
زي بتقولها تعالي، لكن بطريقة غير مباشرة. مجرد ما تطير يكون بآخر الدنيا وتجي تطلع له الثقل بيجي خلاص بروح، بعرف انك انت طالبه وقول له روح تعال اللي بدي اياك، معك حمام تعال بدي اياك، تمام. زائد انه ما بتخلي الثقله، ما بتخلي حمامك تمشي. طبعا هسه ممكن ناس يختلف معي يقول لي لا في ثقله قويه، طبعا احنا بنحكي في ثقله قويه، يعني انا هسه عندي 3 خشاش. طبعا يا اخوان ما حد يشيلوني، يعني انا وضعي على قد حالي يعني من ناحيه الخشب والشغلات هاي، بس ان شاء الله الله يرزقنا ان شاء الله وبنعمل اشي احسن من هيك. مثلا انا عندي هي عندي 15 واحدة قوية، ومثلا عندي 20 واحدة قوية ثانيات، شو بعمل؟ عادي طبيعي عندي قويتين انا، ما بتعتبر ثقل، اسمها قوية ثانية. يعني بتكش حماماتك الاولانيات بروح وبوخد جهة زي هيك، تيجي بعديها بعشر دقائق لما تختفي حمامك الاولانية بتطلع الثانية بتختفي هيك. وين بلتقوا بعض؟ عند المغارب طبعا، لانه ايش؟ في حمام بتروح هيك وهيك وهيك، وحمام بتروح هيك وهيك وهيك، ممكن يلتقوا مع بعض. لكن الفكرة وين؟ الفكرة واحدة، انه في عندك قويتين ممكن تطلعهم مع بعض راس اول عادي، تمام. لكن في دائما ثقلة اساسية بتكون عبارة مثلا عن فراخ، ممكن تكون عن قصات، انا زي هيك انا عامل قصات، ممكن تكون عن رياحنا وبلق ومسويد ومطويق، انك ايش انا يا عمي هاي انا بديها تطير فوق راسي، هاي اسمها الثقلة، تمام. بينما انه زي ما قلنا، بينما انه في قوايا، في ثقلات قويه، في ثقلات قويه. مثلا عندي عندي بوز عمره عندي 15 سنه، تمام، فلنفترض وخلاص طيرت بديش ازقه بضلني اطيره، باجي بحكي الطير شويه يعني بطل لي، صار يرجع من الحمام، لكن قوي صار يرجع من الحمام، صار يرجع لي الحمام، بمسكه بزته بالثقله، هذا قوي عنتر، بتكشه بتقوي وبتمشيه، لكن انت بدك حمامك تعطيك انتاج اكثر، فبتضطر ضد الطير هذا حتى حمامك تروح، تمام حبايبي. بالمناسبه راح احط لكم فيديو اليوم، امبارح نزلنا نور ازرق ما شاء الله عليه جميل، حطيناه وضربناه، ضلوا يا اخوان بجوز نص ساعه او ساعه كامله، هو مجنني يا اخي، بس امسك الطاره يفز، بس اتحرك يفز، وين يفز؟ وقف هان، تمام، وقف هان يا اخي، جنني طلع روح امبارح بالاخر، كان بده اخر شيء امبارح عند المغارب يعني قبل المغرب، والطير خلص بده اكل وشبع بده يفز، قلت بدهاش، عاد حاولت احشره على العب هان على الخطاف وضربته، بس اخوي كاين ملته بايش، مش كاين يصور او كاين يصور مش عارف شو عامل. المهم صورناه، حاولنا نصوره واحنا ضاربينه. بنترككم مع المقطع، وبتمنى بتكونوا استفدتوا من موضوع الكوم والثقل، يمكن انا زودتها بالحكي شوي لكن الفكره واحده، تمام، يعني اعطيتكم الصحيح لكن طولت في الحكي، بس يا اخوان يعني بحب انا اوصل الفكره. هيك بنكون احنا وصلنا لكم فكره الثقل والكوم، وبتمنى يلي بتشاهدني تعملنا اشتراك في القناه يا اخوان، عندنا يعني مشاهدات 4000 5000 مشاهد، لكن الاشتراكات بطيئه شوي، يعني لما يكون عندي 12000 مشاهده على الفيديو وعندي 2000 مشترك، والله يعني مش عارف شو بدي احكي، لكن بتمنى الكل يشترك، وهيك بنكون او مش هيك بنكون، هيك بنكون وصلنا لكم المعلومه ان شاء الله تكون وصلت، ونترككم مع الفيديو تبع صيد النوري، تشاو. شوف شباب، حطتنا نوري ازرق قبل ما بس سكرت الفيديو، سبحان الله، تعي حطتنا نوري ازرق رادح زي الاهبل، طبعا على الاغلب مش لابو سميح لانه ابو سميح مطلع القوايا. تعي تعي تعي، خليه ينزل، شوف وين نازل على الشمعة، بس شو بدك تسوي عاد؟ خلص الحمام هالمرة انهبلت وما نزلت على الشمعة، تمام؟ خلينا نشوف شو بصير معنا، طبعا قوايا معها، ايش مش قلت لكم؟ قلت بدي احطط عشان ابو سميح كش، خلطنا مع بعض، اجى من العالي خلط معنا وحط، ايش شفت حطاط الطير حطاط، بس حمام ابو سميح شاده حيلها وبقدرش يحطط لانه ارتاحت، وحمامي تعبانه، فايش حط مع الحمام التعبانه على السريع، ان شاء الله ما يجي حدا بس من تحت يفزعه. تعي 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 تعي، بديش اشبع الحمام، هو بس ينزل على السطح خلص نضمنه، بس ينزل على الارض، ايوه تعي يا غالي. طبعا الطير بشبع بوز، كان برادح لبوز يا اخوان، بوز احلس عند ابو سميح، كان برادح له،
فالطير عشان هيك حط عندي شفر أحلس حط معه، كان راكب ركوب شكله منزوع على بوزاي، بوزاي حلسة منزوع. أيوة نزل لي يا عين عليك، نزل لي يا نزل لي. والحمام كله لبسته جديد يا إخوان، بتلقاه مش عارفة تمشي وهيك. خلينا نشوف شو بصير معنا في هالنوري. يلا يا غالي يلا تعال، ما شاء الله النوري أزرق دير كوخ، جميل الطير صلاة النبي عليه. يلا دب عندي، كفو عليك كفو عليك، دب الطير يا اخوان. راح اروح افتح له طبعا الحمامات وخلص واسيبه نشوف شو بصير معه. باب الطير وصلاة النبي عليه قاعد زي ما بدك وزيادة، شوف انه كيف قاعد بنقب اموره تمام. راح انزل اجيب الستاند واشوف شو راح نعمل معه. حوم مرقو من جنبه خلاص والله زعبه حلو. خلاص هاي نزل نزل قاعد الطير يا اخوان. بديش اخوفه انا، ما بدي اخوفه، كل ما امسك الطار الحمام بتفز، لانه زي ما قلنا لكم موعد البسه هسه والله جفلت الحمام بين المغرب، يعني قبل المغرب بشوي للمغرب بتضل تطلع ايش تصيد. هسه انا راح اسيبه براحته من هلا للمغرب، خلي الحمام تاكل براحتها عادي طبيعي على السطح. شايفين كيف؟ تعال 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 خلاص معناها تتركه خلاص. تعال 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 ممكن امسكه انا؟ بدك تروح الزلمه؟ والله بجوز عندنا تصوير اصلا. طب رن عليك؟ بس انا برن عليه لسه ما رن. طيب خلاص خليه، بنخليه وبنروح بنصور عادي قاعد. كيف تخليه بس؟ بس خلي محمود يقعد. هو طار قاعد والله بس بس. لا ما بروح ما بروح ما بروح. شوف يا اخوان وينه هيو قاعد بنقب طير، بس مجرد ما يشبع خلاص بحبس. شو راح نزله خليه براحته نرجع لكم شباب. شباب راح اضربه على الخطافة. هاي حكم حكم بس ابعد حمامه دير بالك. خلص ارفع ايدك عشان ما تنزلش الحمام، ارفع ايدك ارفع ايدك. لحد هسه يزيحوا على الخطاف. ازيح لك اياه بس علف لحمامك. يلا. اه لسه يلا. لا لا بعيد والله لسه. تعال 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 ايوه. عم نزل. هو قاعد قاعد قاعد. مشكلة الحمام يا حرام مش مساعديته وشكلها جات من الدسة عشان هي. حمام خايف خايف الحمام. ولا كان غفيف وغف. خليه على راحته. عمهله. خليكم معنا شباب نرجع لكم. ها والله يا اخوان جننا هالنوري، يعني قاعد صحيح نظيف والله لا يعني قاعد صحيح بس ما بدوش ينحبس، بدوش ينمسك تمام، بدوش ينمسك. اجانا من فوق من العالي بعرفش من وين، يمكن من الكوم. فبستنى دقيقه شوي بس. تعي تعي شباب جننني جننني مش عارف شو اسوي فيه الصراحه، يعني انا بستناه ليحبس، ما بديش اياه يشبع. اذا شبع واكل راح يروح، راح يروح صاحبه، لانه الطير وقت موعد يا اخوان اجاني، مش اجاني موعد وقت غروب، وقت موعد الطير اجا. فزي ما قلت لكم منزوع بوزاي حلسه، اكيد الاغلب بوزاي حلسه او شفراي حلسه، لانه كان راكب شفر احلس اللي عندي، كان لاحق الشفر الاحلس اللي عندي يا اخوان. هيو الشفر الاحلس اللي عندي شايفينه ورا النوري، وراه هو نفسه كان براكب وراه، لما حط وراه. يعني الطير على الاغلب على الاغلب منزوع ابو زاي وطالع على الكوم الطير، صاحبه مفكر راح يقعدوا على الطيره او شيء، الطير غلط اجا. فهينا بنستنى بنشوف شو وضعه. خليكم معنا. مرتين طبعا انا بوقف الفيديو بحط توقيف، يعني توقيف مؤقت يا اخوان. مرتين حكم على
على الخطاف، بس واعي عارف شكله انه انا خطاف، بيجي يتفرج على الحبل وبيرجع بسرعه، طلع وين واقف مكانه بس بتنشر قاعد. على الاغلب ضايل شوي للمغرب ابو نص ساعه. قد الساعه؟ الساعه 5:10. يا حبيبي لسه ضايل، ضايل بجوز ربع ساعه، بس اذا حبسناه على المغرب بضل افضل عشان الطير انه ما يكون خايف من السطح، تقدر تكشه بكره، بتقدر تعمل شو فيه شو ما بدك، بس ينزل هسه استناه بس ينزل. الطير ضل لحاله فوق، شوف شو بينقب قاعد. تعي 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 تعي، شوف كيف يا اخوان، لابد لبده مش طبيعيه. نزل على الارض، حاولت امسك الطاره اكثر من مره بفز، ما بخليك. حمامك والله، حمام هو الحمام، هي خايفه ماشي. شوف خايف الحمام لحاله يا اخوان، شوف الحمام كيف مساعديته بالمره، يعني حتى لو بس عادي 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 عادي، بحبس الحلو فيه راح يحبس، انا متاكد اخرته يحبس، ما حبس ايش هاي الخطاف بستناه. على العموم اذا صدناه هينا صدناه، واذا ما صدناه يعني شو بدنا نسوي، نصيبه. بس هو مخه نظيف الطير، الطير يعني نازل عشانه راكب بوزاي زي ما قلنا لكم يا اخوان، هيك هيك فوقها، هيك هيك بنزل فوق الشفر كان، فعلى الاغلب بطارد على بوزاي، نازعينه على بوزاي او على شفراي حلسه، فهذا اللي حطت الطير. فهينا احنا معه بنشوف شو بصير، هينا شوي شوي معه بنرجع لكم. شباب لحد الان الطير قاعد بتنشر ومش راضي يتحرك من مكانه نهائي نهائي. هاي الحمام بلشت تبرم عليه، هاي السكسفوني ببرم عليه، هيو ببرم عليه السكسفوني، بس برضه مش راضي يتحرك، لا راضي يتحرك ولا راضي يحكم على عب ولا على المقلب ولا اشي، حتى على الطارة مش راضي يخلينا نمسك الطارة. تمام، هاي حمام ابو سميح طايرة، والله يمكن شبع الصدر. لا يا زلمه هو لاحق الشفر، لاحق الشفر بفكره منزوع على طيره، انا شفت راكب فوقها هيك بده يكبسها يا زلمه، هو الطاير ركب معنا بس شاف الشفر، ضل ورا الشفر، حتى لما نزل مع الشفر. تعي تعي تعي، منزوع على طيره حلسه، هذا الغلط اصلا لما تنزع حمام. هاي اخرية النزع يا اخوان، والله العظيم اخرية النزع، هاي النزع اللي مش كويس غصب عنه، لما تقعد الطير بكيفه احسن، الطير بقعده بكيفه ما بشرد منك نهائي نهائي، ما بشرد منك. هسه ليش الطير الفرار اول ما تصيده ثاني يوم بتكشه؟ ليش؟ لانه حافظ منطق، لانه الطير نزل عندك انصاد بكيفه وطالع من عند زلمه اكيد مزهقه او مش مزهقه، شارد من عنده. اول انا صارت معي مره مسكت ريحاني ازرق، مش ريحاني ازرق حتى، جاي زي الاشفار الزرق اللي قدام اللي قدام اللي قدام، لون اخضر. تمام، قعد ثلاث ايام يجيني على الحاره، والله العظيم ثلاث ايام او اربع ايام فرار، ايام ما كانت الخشه صغيره ها. وكل يوم اطلع الصبح قبل ما اطلع الشغل القاه عند الجنون قاعد بوكل شبه، كل يوم اول ما يشوفني يحمل حاله ويشرد، اول ما يشوفني يحمل حاله ويشرد. كنت دائما احط علف، العلف يقع من عند الجنون. شو عملت لك فيه المره هاي؟ قعدت ثلاث ايام، اليوم الرابع ما حطيتش علف عند الجواز عند المغرب، ضل جوعان. شو عملت لك؟ اجى جوعان هان، كان يكون ماكل بس بستنى فيه اجي عشان اطير. والله العظيم هان، بس مش هان هان كانت القنون. قلت خلي، طلعت ثاني يوم لقيته ايش؟ واقف بتفرج بده يفز، مسكت شويه علف علفت له خالص، صار ياكل ياكل جوعان. ما هو شو له من الصبح للصبح ليجي ياكل عندي، يا الله بس على وجبه واحده. والله العظيم اقسم بالله يا اخوان، والله صارت هاي الشغله. وايش واجي على الفل وراي، علفت علفت علفت، حشرته بين الجنين ومسكته، قلت له تعال جاي. عرفت عملت له حركه مرتبه، عملت معاه حركه مرتبه، ما طعمتهمش الحمام المغرب عشان ما يوقعش من الجواز علف. وما حطيتش علف على السطح، جاع ضلوا يستناني بده يفز، علفت له علف ضلوا ياكل، حشرته بالعلفات مسكته. اجيت ايش مستعجل بدي اروح على الشغل، حشرته بالخشه تبعت الفراخ، ممتاز زتيته ورحت على الشغل، والله العظيم اقسم بالله حشرته بالخشه ونسيته. اجيت ثاني يوم كشيت الحمام، وطبيعي بدك تثقل، كان عنده وقتها 70 وحده او 60 65 وحده، وطبيعي عند المغرب بدك تطلع الفراخ يطيروا. والله العظيم فتحت على الفراخ ولسه كان عندي هاشم، لسه قاعد بحكي معه وناسي الموضوع. قلت له لك هاشم شو هذا؟ بقول لي ايش مالك؟ بقول له يا زلمه الصبح مسكت طير، والله العظيم اقسم بالله بقول له يا زلمه امبارح شفت الطير الفرار، هاي في طير راح يدرب
في طير هان اسد هان. هاي هاي شايفه 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 شايفه. تعي 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 بديش اياه بالناشيه بالناشيه بضيع النور بالناشيه غلط انا طبعا يا اخوان. الطير كشميري ازرق طبعا حط باط. المهم اكمل قلت له ولك هاشم مع الطير احكي لهم اما ابن هذا منزل عنده طير تتصرب عشان براحته الطير يزو شمالك. حتى لما بكره بدك تيجي تكشه يعني ويكون طالع براحته مش خايف من السطح يعني. لا بالعكس اصلا تعرف لما ضربته على الطاره انا ليش قصيت هذا العفسي؟ ليش قصيت انك خوفته على الخطاف؟ خوفته على الخطاف عمره ما راح يطير هذا الطير خطاف. لا ملناش فيه ملناش فيه. العبسي ها النوري هذا لو ضربناه على الطاره لو ضربناه على الطاره ومسكناه كان عمره ما راح يأمن للسطح، ولو أمن راح يقعد عندك يشبع ويأكل ويأخذ مجده بعدها يشرب. المهم نرجع على موضوع الشفر هذاك شو صار؟ وقلت له ولك اليوم مسكت طير وطاير مع الحمام، قال لي وحد الله. قلت له والله أقسم بالله كأنه له عندي 100 سنة والله العظيم وصرت أخالط فيه والله العظيم أقسم بالله والله يا الله. لأنه براحته طالع من أول يوم بقول له ولك هاي وقال لي حطت فيه أول واحد حط يا سلام والله العظيم وينزل يأكل ويطلع كأنه طيري يا سلام. انه نزل بكيفه نزل بكيفه انه قاعد بكيفه مزبوط. طبعا انا غامرت في فتحته لاني انا مش عارف يعني في ناس ثاني ممكن يشكلوا يزتوا بعد ما يفكوا. انا زتيته بالحمام لاني مستعجل صحيح وطلعته وانا مش منتبه اقسم بالله قاعد اقسم بالله قاعد. بعته بسحاب لواحد كان عنده قهوه اخذت بداله كشميري ازرق اللي بكشه هو اخذته بداله لانه كانت عندي كشميريه سوداء مقلوله بعته عليه وبعديها بيومين ثلاث وانه ولقى لك اياه على السطح عند البنون. يا سلام عند البنون الصبح مكان ما مسكته والله العظيم يا سلام. بعديها بعته لواحد بعديها بعت كل الحمام مش كلها بعت 40 وحده وضل عندي 30 عاديات ضلن عندي وبعته معهم وراح عاد بعته بقويسمه. شو اللي روح اللي منها ولا شيء روح ما عاد البناديق البيض. البناديق فراخ البناديق البيض هذول يا اخوان شايفوا وضع البندوق اخوانه بيع الثلاثة الثلاثة روحوا وفراخ أقسم بالله لما بعتهم بجوز الواحد بواقي الخمسة والستة كان وروح كان عندي بواز حمر الزلمة يمسك عليه برمى من أمير صفر الزلمة بس مش يخلط معه ينقطع قطع مش يمسك عليه برمى والله مروح. كان عندي بواز حمر وحبكين وحلس والله ولا إيش روح. كان عندي كشامرة وإشي مرتب والله ولا إيش روح غير فراخ سطحي. أنا فراخ سطحي اللي هم البناديق بس البناديق السود روح اللي كمان روح اللي منهم واحد بس. عم الطير حسب مخه هذا البندوق الأبيض بكرة راح يطلع منه فراخ وفرجيكوا كيف كرشهم. طبعا طولنا عليكم وإحنا بنحكي بس إيش نتسلى هنا عبال ما ينزل الأخ النوري يا أخوان تمام. هينا مع بعض بنرجع لكم. طب شباب الطير لساته متنح نزل شوي على الارض. الحمام المشكله قاعد تنفزع حمام قاعد بتفزع يعني لسه مش ناسي موضوع البسه. تعي 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 موعد البسه هسه يا اخوان. شوفوا هاي قاعد ببرم هذا مؤشر حلو يا اخوان. طير طلع تبع الحليب هسه وقته. الطير هاي قاعد ببرم منيح يا اخوان. هذا بكسر حاجز الخوف عنده. الطير ببلش هسه نزل وطلع يعتبر ترحيل. الطير لو بده يشرد شرد فبدنا نحاول. انا بديش اوصل معه لمرحله اني امسكه على العب على الخطاف. طبعا على الخطاف بمسكه بتول وتول بس ايش برضه مش حكم مرتين بس. الطير واعي ملزق يا اخوان. الطير لو انه مش واعي زمان حبس زمان ضلوا على الارض. بس الطير طلع ماسك زاويه وواقف عليها. حمام هاي بلشت تاكل يعني خلاص بدها تبين الحمام. شوف كيف في عندي طواير زايفات يعني لو يبرم له عطيره زيفها فش بس خليه براحته. هاي بده ينزل هاي بده ينزل. تعي 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 هو بس يذكر على المغارب اخوان تعتبره لبن. تعي 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 هسه السكسفون بيحططه قرب يأذن المغرب يا اخوان والطير على وقفته. طبعا الناس راح يجي يقول لي دايقوا يا اخوان اذا دايقته الحمام راح تفز واذا فز خلاص ضاع طلع ابو سميح قاعد بكش تمام. ابو سميح قاعد بكش انا مخليه على راحته. الطير انا بحبش ازعج الطير بينزل عندي يا اخوان لان الطير اذا زعجته راح يشرد من عندك ما راح يرجع. بينما هسه لو طار راح يرد يحط ها
هان الفكرة. تعي 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 شوف كيف قاعد مش راضي. خلاص بقول لك بدي بيت على الرفصة. تعي 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 زي ما ركب عب. طبعا ناس كثير راح يقول لي لو انك مركب عب، بس يا اخوان خش تبعتي بنفعش التمارين هيك المتعه اصلا. طيب شباب بعد الاذان بنرجع لكم. يزن جبتوه؟ برافو يا زلمه جنن والله جدع. اشوف بالله اول ما ضربته. لا والله هسه ما مش عارف انتبهتش. اخوان جنني جنني. تعال تعال خلي الحمام تحط لنا متعشى. بس سريع والله الخطاف يا زلمه، والله ما توقعت هيك. انت ما لحقتش تصور. انا استنى بالله عشان ناخذ لقطه. خلي الحمام وراك، ارفع وجهه. استنى شوي. خلاص خلاص خلاص.